تظاهرات في طرابلس وسبها ومصراتة تطالب بحل الأجسام السياسية، ومحتجون يحرقون مبنى البرلمان في طبروق. ميليشيات مسلحة تستخدم القوة لتفريق المتظاهرين أمام مبنى رئاسة الوزراء في طرابلس وتقبض على عدد منهم. انفجارات متتالية في معسكر مالك الأشتر التابع للحرس الثوري الإيراني في طهران. صباح الخير وأهلا بكم في جولة إخبارية لأهم الأنباء. نبدأها من التطورات في ليبيا، حيث أفاد مراسل الحدث بخروج تظاهرات عارمة في عدد من المدن الليبية من بينها العاصمة طرابلس بالإضافة إلى طبرق وسبها ومصراتة، ذلك للمطالبة بحل كل الأجسام السياسية وخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد. مراسل الحدث أكد أن محتجين غاضبين أضرموا النيران في المكاتب الداخلية لمقر البرلمان في طبرق، كما لجأ المتظاهرون إلى استخدام جرافات في محاولة منهم لهدم مقر البرلمان في طبرق. مراسل الحدث قال إن التظاهرات الليلية جابت مدن مسلاتة وبدر وأسلوق، كما أكد انضمام مدينة الزاوية للاحتجاجات ضد الأجسام السياسية. عجب طيب. اللي يقول ان الشعب يسرق ما يسرقش، شعب يكسر، الشعب يكسر، مفيش حاجه سرقوها. سرقة لا، سرقة لا.
هذا وقال مراسل الحدث إن المتظاهرين أغلقوا الطريق الرئيسي في غوط الشعال بطرابلس، كما أغلقوا عددا من الأحياء الشعبية في العاصمة بالإطارات المحترقة، فيما انتشرت الميليشيات المسلحة في العاصمة لتفريق المتظاهرين وسط أنباء عن سماع إطلاق النار في المدينة. يتم تفرقة المتظاهرين أمام رئاسة مجلس الوزراء حاليا. طريق السكة. تم تفرقة المتظاهرين أمام رئاسة مجلس الوزراء. يتم تفرقة المتظاهرين أمام رئاسة مجلس الوزراء حاليا. وأيضا فيما يتعلق بالتطورات في ليبيا، قام متظاهرون في ساحة الكيش في بنغازي شرق ليبيا بإحراق صور لسيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي السابق، إضافة إلى إحراق صور رئيس الوزراء عبد الحميد بيبة المنتهي ولايته ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ومحافظ مصر في ليبيا المركزي الصديق الكبير. فوجئنا بعد ذلك بعد منتصف الليل بأن وفد مجلس النواب يطالب بإلغاء شرط ألا يحمل أي جنسية أخرى. طبعا نحن رفضنا رفض قاطع هذا الأمر، لأن في الحالة هذه نحن لا نضع في قواعد عامة، بل نضع في نصوص قد تفسر بأنها على مقاييس أشخاص معينين، ورفضنا هذا الأمر.
وفي الصباح التقيت مع سيد المستشار، قلت له أمس أنت قلت كلام على مزدوجية الجنسية، قال نعم أنا رأيي ما زال كما هو، لكن الآن ظروف البلد ظروف استثنائية، وربما هناك من يحمل جنسيتين ويريد الترشح، ونحن لا نريد أن نحرم أحد، ولهذا ربما تكون استثنائية لدورة واحدة. هذا وأبلغ رئيس مجلس النواب الليبي عقيل صالح أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رفض المجلس تعيين الجزائري صبري بوقدوم مبعوثا أمميا، معتبرا ترشحه سيفاقم الأزمة ويهدد وحدة ليبيا. عز صالح سبب الرفض إلى مواقف الجزائر التي لم تكن على مسافة واحدة من الجميع، وكانت مواقفها منحازة لطرف محدد، موضحا أن الجزائر رفضت قرار البرلمان بتكليف حكومة جديدة خلفا لحكومة الوحدة. أيضا فيما يتعلق بهذه التطورات أو أيضا فيما يتعلق في ملفاتنا في هذه النشرة، في الملف الإيراني الآن، أفادت مصادر الحدث بسماع دوي عدة انفجارات متتالية، وذلك في معسكر مالك الأشتر، هذا المعسكر التابع للحرس الثوري الإيراني في طهران. انتشر هذا الفيديو وتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر في الفيديو الذي تم تداوله انفجارات كبيرة وقعت في ذلك المقر. أما في تطورات الملف السوداني، فأعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة عن قلقها، وذلك حيال مقتل 9 متظاهرين على الأقل، بينهم طفل، بأيدي قوات الأمن، وذلك في السودان، مطالبة بتحقيق مستقل بحسب تعبيرها. وقالت ميشيل باشلي في بيان، قالت إنه تطلب منها إجراء تحقيق مستقل وشفاف ومعمق، ويجب أن يكون غير منحاز بحسب تعبيرها. 1 يوليو بحري مستشفى الدولي 2022، 1 يوليو 2022 بحري مستشفى الدولي. جيبوا الجيش ده كل ما يجيب.
امسك البيت البيت امسكها البيت ما تفكي ما تفكي ما تفكي ما تفكي يا بيت ما تفكي ما تفكي انزل ما تفكي ارفع ارفع ما ارفع ما دفع بيت انت تفكر تغزل تليفون ارفع ارفع زل وزل دعا الأمين العام لحزب الأمة القومي في السودان في تصريحات خاصة للحدث جماهير الحزب للخروج في تظاهرات ضد ما وصفه محاولات المكون العسكري بالانفراد بالسلطة. الأوضاع الآن حقيقة متجهة إلى تصعيد المقاومة السلمية، ونحن ندعو جماهير شعبنا إلى التصعيد، لأنه من الواضح أن المكون العسكري الذي يقبض على السلطة الآن مصر على طغيانه، مصر على إفراده بالسلطة، مصر على التوجه برؤيتهم الأحادية لحكم البلاد. أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس عن التمديد وذلك بصفة استثنائية في فترة تحديد الموقف من مشروع الدستور الجديد في البلاد، حيث يكون أمام الأحزاب والجمعيات التونسية والمنظمات مهلة لتتكون هذه المهلة من 4 أيام تنتهي نهار الاثنين المقبل، وذلك للإعلان عن موقفها النهائي من الدستور المرتقب. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية بنتاغون أن الولايات المتحدة بصدد إرسال أسلحة ومعدات عسكرية إلى الجانب الأوكراني تتضمن نظامان لصواريخ أرض جو وأربعة رادارات إضافية مضادة للمدفعية ونحو 150 ألف قذيفة مدفعية عيار 155 ملم، بالإضافة إلى ذخيرة لأنظمة صواريخ مدفعية. البنتاغون أضاف أيضا في تصريحاته أن قيمة المساعدات الأمريكية التي سيتم تقديمها إلى أوكرانيا بلغت 820 مليون دولار. أما في ليتوانيا فيدخل قرار حظر عبور بعض البضائع الروسية الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي عبر الأراضي الليتوانية إلى جيب كالينينغراد في روسيا يدخل حيز التنفيذ، وذلك خلال الأيام المقبلة. المزيد من التفاصيل في تقارير عدتها الحدث وسيتم عرضها في وقت لاحق. بهذا نصل بكم مشاهدينا إلى ختام هذه النشرة، إلى اللقاء. أشيل العاجل البرهان لا مزايدة على الأهداف الوطنية للمنظومة الأمنية. العنوان الرئيسي لهذه العملية السياسية وهو إنهاء حالة الانقلاب الحالية. طيب كيف يمكن الوصول إلى حل وسط بين هذين الفريقين؟ فريق يتهم الآخر بالانقلاب وفريق آخر يقول إنه ليس انقلاب. ذا جانب من التظاهرات التي بدأت منذ الساعة 1 بتوقيت الخرطوم، وهنالك أيضا تحرك على الجانب العسكري. هذا الشارع على الأقل لا ينتمي إلى أي جهة. المشهد السياسي تماما كما تراه الآن على الشاشات. المتظاهرون اختفوا محمد. هي تطالب بترحي المكون العسكري عن السلطة، تطالب بمدنية الدولة. تظاهرات لا جدوى منها. هل هناك مؤشرات على الأرض تقول بأنه سيكون هناك تعاطي مختلف مع هذا الوضع في السودان؟ الحرية والتغيير لا تبيع الحلم. قابلتم نفس الشخصيات، يعني ثلاثية المكون العسكري، ما الجديد إذن؟ يصعب على الأطفال أن يصفوا واقعهم، أوجاعهم، أن يدركوا ماذا حدث ولماذا حدث وكيف حدث. فنجان من القهوة، قليل من الموسيقى، بداية مثالية
ليوم رائع. مهلا، شيء ما ينقص المشهد. لعله الانتباه، التأهب، الاستعداد ليوم جديد. حافل كسابقي بوقائع، أحداث وتشابكات قد تؤثر على مسار يومك، حاضرك، مستقبلك. قد تعيد رسم تاريخ منطقة بأكملها. النشرة الصباحية، كن مستعداً في كل يوم. ما يتم الآن هو رسم خطوط لهذا التماس. فقد عزز الجيش السوري والقوات الروسية وجودهما. روسيا لن تنسحب من سوريا، ولكن الآن تعيد إعادة تموضع. هنا قبالة مدينة عين العرب، هدوء حذر في الجانب التركي. موقف وزير الخارجية الروسي هو ضوء أخضر. هل فعلا تركيا ستبدأ بهذه العملية العسكرية؟ تستجيب قسد بشكل جدي للتهديدات التركية. هناك قوات سورية تسيطر ومدعومة من قبل الروس. النظام مستعد أن يقسم سوريا كلها حتى يبقى موجود. أمام أي خيار الحكومة الإيرانية الآن؟ هناك عشرات من مهجري عفرين التي تسيطر عليها القوات التركية. هي حرب صمت، من يصمت أكثر عن تصرفات أنقرة في الشمال السوري. ومن سيكون داعم لقوة سوريا الديمقراطية في هذه المعركة؟ ماذا عن النظام ودور النظام؟ نتحدث هنا عن أراضي سوريا. الحصيلة حتى الآن سقوط خيرسون أمام ماريوبيل، الميناء المحاصر. بعض الناس لم يجد أي طريقة للخروج من هذه المناطق المدمرة. ما يحدث حتى على الحدود البولندية؟ 2,057,114 دخل الأراضي البولندية. حتى الآن تم السيطرة على 50% من مدينة ماريوبيل. قبل أقل من ساعة من الآن حذيفة كنت معنا وسمعنا سويا صوت انفجار كبير، وبالتالي هذا يفسر هل ما زالت الممرات الإنسانية آمنة؟ لديكم ما يكفي مثلا من القدرات الدفاعية؟ طبعا من الأسلحة التي أتت من الغرب. هذا هو الحصار، روسيا تحاصر المدن الكبرى الآن. أيضا وأنا أتحدث إليك أسمع انفجار آخر في هذه اللحظة. روسيا بدأت تستعمل صواريخ استراتيجية اسكندر. موضوع يقلق واشنطن منذ اليوم الأول لأنها استطاعت أن تشكل تحالفات. إن كان هناك أي إجراءات اقتصادية تم اتخاذها مع الصين. نشاهد حزمة العقوبات الرابعة الخامسة على الطاولة. انقضى اليوم بمشاقه وصراعاته، وآن للعالم أن يهدأ، لكننا في الواقع لا نهدأ. نبدأ بالصور التي وثقتها كاميرا الحدث. الأحداث لا تهدأ. نريد فقط في البداية بعض التفاصيل والأرقام. وأينما كانت طائرة تركية دون طيار اختفت من سماء أوكرانيا، نكون
رغم استمرار الخروق العسكرية الحوثية تجاوز خلافات فتح مطار صنعاء، أكدت وزارة الخارجية المصرية أنها تتابع بقلق التطورات الجارية في ليبيا. واشنطن قلقة من التهديد الذي يمثله الحرس الثوري الإيراني، حيث تحولت الاحتجاجات إلى مواجهات. هذه المعطيات تذكر بأيام الحرب الباردة. نريد أن نعرف الخطوات أو المراحل المقبلة. الأخبار الليلة يوميا الخامسة بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. كان يوما طبيعيا أو يبدو كذلك، لا شيء يختلف، انتظار، انشغال وسكون. كانت لحظة تسبق الخبر بقليل، ثم يبدأ حدث يؤثر على حياة الناس. تفاصيل تختلف، قصص تتشابه، ويبقى الإنسان محور الحدث. كل منهم لديه مهمة، باحثين عن المعلومة ليأتوك بالخبر. حتى وإن كانت الظروف صعبة، سأذهب مباشرة بالصورة. ومهما كلفهم الأمر لا يتراجعون. يوما بعد يوم مستمرون. مراسلو الحدث. عالمنا في تحول دائم، تتغير المعطيات فتختلف النتائج. نصبح على حدث ونمسي على آخر. ما يهمنا أن نبقى نقطة تواصلك مع الأحداث 24 ساعة. من مكان الحدث، من قلب الحدث، بالدقة والتفاصيل التي تهمك، حتى تقوم بالقرار السليم عليك أن تحصل على المعلومات الصحيحة. الحدث. We'll be right back.
تظاهرات في طرابلس وسبها ومصراتة تطالب بحل الأجسام السياسية، ومحتجون يحرقون مبنى البرلمان في طبرق. ميليشيات مسلحة تستخدم القوة لتفريق المتظاهرين أمام مبنى رئاسة الوزراء في طرابلس وتقبض على عدد منهم. انفجارات متتالية في معسكر مالك الأشتر التابع للحرس الثوري الإيراني في طهران. تحية صباحية وأهلا بكم في جولة إخبارية لأهم الأنباء. أفاد مراسل الحدث بخروج تظاهرات عارمة في عدد من المدن الليبية من بينها العاصمة طرابلس وطبرق وسبها ومصراتة، ذلك مطالبة بحل كل الأجسام السياسية وخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد. مراسل الحدث أكد أن محتجين غاضبين أضرموا النيران في المكاتب الداخلية لمقر البرلمان في طبرق، كما لجأ المتظاهرون إلى استخدام جرافات في محاولة منهم لهدم مقر البرلمان في طبرق. مراسل الحدث قال إن تظاهرات ليلية جابت مدن مسلاتة وبدر وسلوق، كما انضم أيضا إلى التظاهرات المحتجون في الزاوية، وذلك ضد الأجسام السياسية في البلاد. عجب طيب. اللي يقول ان الشعب يسرق ما يسرق، شعب يكسر، الشعب يكسر. ايش حاجه سرقوها؟ سرقة لا، سرقة لا. We'll be right back.
لا 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 جو الكتائب لا 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 جو الكتائب لا 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 جو الكتائب لا 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 جو الكتائب لا. يتم تفرقة متظاهرين أمام رئاسة مجلس الوزراء حاليا. يتم تفرقة متظاهرين حاليا أمام رئاسة مجلس الوزراء طريق السكة. تم تفرقة متظاهرين أمام رئاسة مجلس الوزراء. يتم تفرقة متظاهرين أمام رئاسة مجلس الوزراء حاليا. شباب قصوا على المجلس وزراء خلاص يا دبيب روح روح خلي الناس تعيش بسعادة بلا فتنة يا رجل. في حالة يا رجل اعطاها الطريق شوية بس برا في حالة برا صور صور تنقلب مباشرة لا نبي ضي نبي مايه نبي سيولة نبي قام متظاهرون في ساحة الكيش في بنغازي شرق ليبيا بإحراق صور لسيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي السابق إضافة إلى إحراق صور رئيس الوزراء المنتهي ولايته عبد الحميد دبيبة ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير. يحمل مجلس النواب المسؤولية الكاملة عن الأزمة الخالقة في البلاد ونطالبه بسرعة عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أسرع وقت. ثانيا نؤكد أن مجلس النواب يظل هو الجسم التشريعي والشرعي حتى عقد الانتخابات بشكل سريع للخروج من هذا المختل. ثالثا أننا مع حق التظاهر السلمي ولكن ضد التكسير والتخريب الممنهج لمؤسسات وممتلكات الدولة الليبية. رابعا نرحب بعقد جلسات مجلس النواب الليبي في مقره الدستوري بمدينة بنغازي. أكدت مصادر في البرلمان الليبي للحدث أن المتظاهرين الذين اقتحموا مبنى البرلمان في طبرق كانوا يحملون أعلاما خضراء مشيرا إلى أن جموع المتظاهرين أقدموا على حرق وثائق رسمية داخل مبنى البرلمان. وفي تصريح للحدث أكد البرلمان أن المتظاهرين الذين اقتحموا مبنى برلمان طبرق لم يرفعوا أي مطالب سياسية موضحا أن البرلمان يدرك مطالب الناس لكن يرفض أي عمليات تخريب للمنشآت. وختم البرلمان الليبي حديثه للحدث بالقول إن التظاهرات رسالة قوية لكل الأجسام في ليبيا. رئيس حكومة الوحدة الوطنية قال إنه يضم صوته للمتظاهرين وأن لا سبيل لتحقيق مطالبهم إلا عبر الانتخابات. فيما قال مجلس الرئاسة إنه في حال انعقاد مستمر ودائم حتى تتحقق إرادة الليبيين. وقال إن المجلس لن يخيب أمال الشعب بالعيش في دولة تنعم بالأمن والاستقرار. أكد رئيس مجلس الدولة الليبي خالد المشري أنه بعد أن تم الاتفاق في جنيف مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على كل النقاط الخلافية بما فيها الجنسية وشروط الترشح عاد رئيس مجلس النواب ليطالبه بإلغاء الاتفاق بشأن الجنسية بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. تم الاتفاق على كل شيء، فوجئنا بعد ذلك بعد منتصف الليل بأن وفد مجلس النواب يطالب بإلغاء شرط ألا يحمل أي جنسية أخرى. طبعا نحن رفضنا رفض قاطع هذا الأمر لأن في الحالة هذه نحن لا نضع في قواعد عامة بل نضع في نصوص قد تفسر بأنها
على مقاييس أشخاص معينين ورفضنا هذا الأمر. وفي الصباح التقيت مع السيد المستشار، قلت له أمس أنت قلت كلام على مزدوجي الجنسية، قال نعم أنا رأيي ما زال كما هو، لكن الآن ظروف البلد ظروف استثنائية وربما هناك من يحمل الجنسيتين ويريد الترشح ونحن لا نريد أن نحرم أحد، ولهذا ربما تكون استثنائية لدورة واحدة. أبلغ رئيس مجلس النواب الليبي عقيل صالح أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رفض المجلس تعيين الجزائري صبري بوقدوم مبعوثا أمميا، معتبرا ترشيحه أنه سيفاقم الأزمة ويهدد وحدة ليبيا. وعزى صالح سبب الرفض إلى مواقف الجزائر التي لم تكن على مسافة واحدة من الجميع، وكان موقفها منحاز لطرف محدد بحسب تعبيره، موضحا أن الجزائر رفضت قرار البرلمان بتكليف حكومة جديدة خلفا لحكومة الوحدة. أفادت مصادر الحدث بسماع دوي انفجارات متتالية في معسكر مالك الأشتر التابع للحرس الثوري الإيراني في طهران، هذا فيما انتشر أيضا مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تم تداوله يظهر الانفجارات التي وقعت في المقر. نهاية النشرة، إلى اللقاء. اليوم بمشاقه وصراعاته وآن للعالم أن يهدأ، لكننا في الواقع لا نهدأ. نبدأ بالصور التي وثقتها كاميرا الحدث. الأحداث لا تهدأ. نريد فقط في البداية بعض التفاصيل والأرقام. وأينما كانت طائرة تركية دون طيار اختفت من سماء أوكرانيا، نكون رغم استمرار الخروق العسكرية الحوثية تجاوز خلافات فتح مطار صنعاء. أكدت وزارة الخارجية المصرية أنها تتابع بقلق التطورات الجارية في ليبيا. واشنطن قلقة من التهديد الذي يمثله الحرس الثوري الإيراني، حيث تحولت الاحتجاجات إلى مواجهات. هذه المعطيات تذكر بأيام الحرب الباردة. نريد أن نعرف الخطوات أو المراحل المقبلة. الأخبار الليلة يومياً الخامسة بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. بإمكانكم متابعة قناة الحدث HD على الترددات التالية: تظاهرات في طرابلس وسبها ومصراتة تطالب بحل الأجسام السياسية، ومحتجون يحرقون مبنى البرلمان في طبرق. ميليشيات مسلحة تستخدم القوة لتفريق المتظاهرين أمام مبنى رئاسة الوزراء في طرابلس وتقبض على عدد منهم. انفجارات متتالية في معسكر مالك الأشتر التابع للحرس الثوري الإيراني في طهران. حيا طيبة وأهلا بكم في جولة إخبارية لأهم الأنباء.
أفاد مراسل الحدث بخروج تظاهرات عارمة في عدد من المدن الليبية، من بينها العاصمة طرابلس وطبرق وسبها ومصراتة، ذلك المطالبة بحل كل الأجسام السياسية وخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد. مراسل الحدث أكد أن محتجين غاضبين أضرموا النيران في المكاتب الداخلية لمقر البرلمان في طبرق، كما لجأ المتظاهرون إلى استخدام جرافات في محاولة منهم لهدم مقر البرلمان في طبرق. مراسل الحدث قال إن تظاهرات ليلية جابت مدن مثل تا وبدر وسلوق، كما أكد انضمام مدينة الزاوية للاحتجاجات ضد الأجسام السياسية. عجب طيب. اللي يقول ان الشعب يسرق ما يسرقش، شعب يكسر، الشعب يكسر. مش حاجه سرقوها. سرقه لا، سرقه لا. قال مراسل الحدث إن المتظاهرين أغلقوا طريقا رئيسيا في غوط الشعال بطرابلس، كما أغلقوا عددا من الأحياء الشعبية في العاصمة طرابلس بالإطارات المحترقة، وانتشرت الميليشيات المسلحة في العاصمة لتفريق المتظاهرين وسط أنباء عن سماع إطلاق نار في المدينة. Thank you.
الكتائب لا 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 جو الكتائب لا 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 جو الكتائب لا 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 جو الكتائب لا 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 يتم تفرقة المتظاهرين أمام رئاسة مجلس الوزراء حاليا. يتم تفرقة المتظاهرين حاليا أمام رئاسة مجلس الوزراء طريق السكة. تم تفرقة المتظاهرين أمام رئاسة مجلس الوزراء. يتم تفرقة المتظاهرين أمام رئاسة مجلس الوزراء. قام متظاهرون في ساحة الكيش في بنغازي شرق ليبيا بإحراق صور لسيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي السابق، إضافة إلى إحراق صور رئيس الوزراء المنتهي ولايته عبد الحميد دبيبة ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير. يحمل مجلس النواب المسؤولية كاملة عن الأزمة الخانقة في البلاد، ونطالبه بسرعة عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أسرع وقت. ثانيا، نؤكد أن مجلس النواب يظل هو الجسم التشريعي والشرعي حتى عقد الانتخابات بشكل سريع للخروج من هذا المختل. ثالثا، أننا مع حق التظاهر السلمي لكن ضد التكسير والتخريب الممنهج للمؤسسات وممتلكات الدولة الليبية. رابعا، نرحب بعقد جلسات مجلس النواب الليبي. مصادر في البرلمان الليبي للحدث أن المتظاهرين الذين اقتحموا مبنى البرلمان في طبرق كانوا يحملون أعلاما خضراء، مشيرا إلى أن جموع المتظاهرين أقدموا على حرق وثائق رسمية داخل مبنى البرلمان. وفي تصريح للحدث أكد أن المتظاهرين الذين اقتحموا مبنى برلمان طبرق لم يرفعوا أي مطالب سياسية، موضحا أن البرلمان يدرك مطالب الناس لكن يرفض أي عمليات تخريب للمنشآت. وختم البرلمان الليبي حديثه للحدث بالقول إن التظاهرات رسالة قوية لكل الأجسام في ليبيا. رئيس حكومة الوحدة قال من جانبه إنه يضم صوته للمتظاهرين ولا سبيل لتحقيق مطالبهم إلا عبر الانتخابات، فيما قال مجلس الرئاسة في بيان له أنه في حال انعقاد مستمر ودائم حتى تتحقق إرادة الليبيين، وإن المجلس لا يخيب أمال الشعب بالعيش في دولة تنعم بالأمن والاستقرار. أكد رئيس مجلس الدولة الليبي خالد المشري أنه بعد أن تم الاتفاق في جنيف مع رئيس مجلس النواب عقيل صالح على كل النقاط الخلافية بما فيها الجنسية وشروط الترشح، عاد رئيس مجلس النواب ليطالب بإلغاء الاتفاق بشأن الجنسية بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها ليبيا. تم الاتفاق على كل شيء، فوجئنا بعد ذلك بعد منتصف الليل بأن وفد مجلس النواب يطالب بإلغاء شرط ألا يحمل أي جنسية أخرى. طبعا نحن رفضنا رفض قاطع هذا الأمر، لأن في الحالة هذه نحن لا نضع في قواعد عامة بل نضع في نصوص قد تفسر بأنها على مقاييس أشخاص معينين، ورفضنا هذا الأمر. وفي الصباح التقيت مع السيد المستشار، قلت له أمس أنت قلت كلام على مزدوجي الجنسية، قال نعم أنا رأيي ما زال كما هو، لكن الآن ظروف البلد ظروف استثنائية وربما هناك من يحمل جنسيتين ويريد الترشح ونحن لا نريد أن نحرم أحد، ولهذا ربما تكون استثنائية لدورة واحدة.
أفادت مصادر الحدث بسماع دوي عدة انفجارات متتالية في معسكر ملك الأشتر التابع للحرس الثوري الإيراني في طهران. هذا فيما انتشر فيديو على مواقع التواصل يظهر الانفجارات التي وقعت في المقر. بهذا نصل بكم إلى ختام جولتنا الإخبارية هذه. في الختام نذكركم بإمكانية متابعة مواقع التواصل الخاصة بقناة الحدث والتفاعل معها بالإضافة للموقع الإلكتروني للقناة الحدث.net. إلى اللقاء.